ومما أيها الأحبة يزيل الهم والغم إدمان الاستغفار، الاستغفار الحقيقي. لا نستغفر حتى يرزقنا الله الولد والمال، نستغفر لأنه الغفور الرحيم، نستغفر لأننا نذنب، نستغفر لأننا نريده بعد أن سترنا أن يغفر لنا وأن يمحو الذنب. البعض منا يجعل الاستغفار يريد الزوجة أو تلك تريد الزوج. الاستغفار علاج للهم، يحقق معاشر الأحباب الآمال، يزيل الهموم، لكن نستغفر بنية طلب المغفرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا الضيق، ترى الله قد يعطيك الولد ويجعل شقاءك في الولد، يعطيك المرأة الجميلة وعذابك هي، يعطيك المال فيجعلك في الشمس ومالك في الظل، أنت الذي تشقى عليه وهو لا يسعدك، قد يتسلط عليك فيسلب المال منك. لذلك يا أخي الحب استغفر حتى تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري ويغفر لك، ويكون بدل الهموم التي معاشر الأحباب سكنت بعض الصدور. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية: ورزقه من غير ما يحتسب. أين الاستغفار أيها الأحبة؟ سيد الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها من أنواع الاستغفار.